هانيا ممكن من فضلك دقيقة؟ أنا عايز أعرف أنا ليه بكلمك ما ترديش عليا؟ قلت لك مش نافع يا جو؟ هو إيه ده اللي مش نافع؟ صحيتي فجأة من النوم لقيتي إنه مش نافع؟ ما أنا لازم أفهم إيه اللي حصل فجأة كده يعني؟ There's someone else. Someone else. ومين بقى الحد التاني ده؟ علي صح؟ هانيا this is not right. وعلي is not your type. أنا بس اللي حدد مين التايب بتاعي يا جو. خلي بالك مش بس فكرة التايب، كمان كبير وشلته كلها لبش. انت مش واخدة بالك من كل الحاجات دي ولا مطنشة؟ اعتبرني مطنشة. طارق ايوه انا جيت. الحمد لله على السلامة يا حبيبتي.